موجز أخبار الآن في دقيقة، أهلا بكم. وفيه قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم سحب مساعداتها من شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة فصائل متشددة. دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إيفاد قوة دولية لحماية الفلسطينيين مما وصفته بالفظائع بعد قتل العشرات منهم برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء الاشتباكات التي اندلعت في غزة خلال الأيام الماضية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث عن أفضل السبل لحماية الأطفال في مختلف أنحاء البلاد. قالت فيسبوك في تقرير جديد لها إنها وفقط خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري قامت بحذف ما يزيد على 582 مليون حساب مزور. حجز الإسباني رافائيل نادال مقعده بنصف نهائي بطولة روما للتنس بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين لواحدة 4-6 6-1 و 6-2.